الأخبار؟ كله تمام؟ ممكن أقعد؟ لا، بالهنا والشفا. وطبعا المكتب الفني من ضمن أيضا مهامه أن أنتوا بتتابعوا غير المشروعات القومية تنفيذ برنامج الحكومة لكل وزارة، متابعة يعني توجهات السيد الرئيس أيضا لكل وزارة. ده شغل برضو يعني تقيل. أتعرف على حضرتك الأول. مهندس محمد سالم، واحد متابعة المشروعات القومية في مجلس الوزراء. ده تخصص حضرتك؟ أنا مهندس تنزل ميداني. بالظبط كده يا فندم. تنزل بقى ميداني بتتابع المشروعات القومية على أرض الواقع. بالظبط، بننزل نشوف الموقف التنفيذي، بنشوف اي معوقات، بنشوف التوجهات بتاعت المشروع ايه بالظبط، التوجهات من دوله رئيس الوزراء او التوجهات الرئاسيه بنتكلف بيها، بننزل نشوف المواقف بالظبط ايه، لو في معوقات نقدر نزللها، وبنرفع التقرير بتاعتنا لدوله الرئيس والمهندسه رندا عشان خاطر يبدا يتخذ الاجراءات المظبوطه. يعني بشكر حضرتك.